جدتي، أين أنت؟ أبحث عنك في كل مكان، أين أنت؟ بحزن كبير وألم غائر، فقدنا أعز إنسانة، روح الدار، الجدة الحنون. رحيلها جاءك الصاعقة، جاءك الهزة الأرضية، هزت الجميع، أغمرت قلوبنا حزنا عليها، هزتنا وحبست أنفاس الجميع. رحلت الوحيدة الصامدة، رحلت المؤمنة، رحلت الغالية دون أن تودعنا، والكل محتار. رحلت الغالية دون أن تودعنا وتحتضننا للمرة الأخيرة، رحلت تاركة لغزا بدون تفسير، رحلت تاركة ذكريات من الماضي، أتذكر لطافتك، أتذكر ضحكتك، أتذكر نظرتك، أتذكر غضبك، أتذكر نبل كرمك، جدتي أين أنت؟ أبحث عنك، فأين أنت؟ واضح كنت تتألمين، كنت تتظاهرين بالقوة وداخلك هزيل. نعم، كنت تتظاهرين بالقوة وداخلك هزيل. تشبثت بالحياة قدر الإمكان، قاومت حتى جاء الأوان، أوقد
عدت وفاتك في قلب النيران. واليوم، اليوم مضى على وفاتك 40 يوما، فصادفت ميلاد الحبيب المصطفى. عظم الله أجري، عظم الله أجري. كتبت هذه الأحرف بدموع الغزيرة التي تكاد تخنقني، كيف لا أبكي؟ كيف لا أبكي؟ كيف لا أبكي بعد أن فقدتك؟ فأنا لن أراك يوما، فأنا لن أراك يوما. ندعو الله برحمتك وأن يسكنك فسيح جنانه. رحمك الله يا غالية. ندعو الله برحمتك يا غالية، يا أحن وأطيب جدة.